بالنسبة للكاردياك ماسل، طبعا في جزء من الكاردياك ماسل مش هنقوله في الفيديو ده، هنقوله مع فيديوهات السي في اس النظري اللي هو الاكشن بوتنشال ان ذا كاردياك ماسل فاست اند سلو ريسبونس، المقارنة ما بينهم ورسم كل واحد فيهم. وقلنا ان الكلام ده بيجي نظري كتير قوي كومبير واشرح الايونيك بيزس. كمان الاكسايتابيلتي تشينجز اوف فاست اند سلو ريسبونس الابسوليوت اند ريلاتيف ريفراكتنج بيريود سوبر نورمال اند سب نورمال فيز. ولكن احنا هنا هنركز على المقدمه بتاعت الكارديو ماسل، الستراكشر اوف ذا كارديو ماسل اتكلمت فيه، وهتكلم على الاكسايتيشن كونتراكشن كابلينج وعلى اللينس تنشن ريليشن شيب. حاولت اسهل الموضوع للطلبه ان احنا نحط عنوان رئيسي وتحتيه اسهم عشان تبقى الفكره سهله. معروف ان الكاردياك ماسل فيها ميكانيكال اند الكتريك سينسيتيوم، دي بتيجي ام سي كيو وجت في امتحان نص السنه، عشان تشتغل كوحده كهربيه واحده من خلال جاب جانكشنز البركينجي فايبرز فيما بين السيلز وبعضها، وصلات زي الكوبري بتنقل الاكشن بوتنشال بسرعه. فيها ديسموسومز تشتغل كميكانيكال سينسيتيوم. كلمه ميكانيكال معناها السيلز وبزهات لازقين في بعض زي قوالب الطوب، معنى كده ان بيعملوا كونتراكشن كوحده واحده. اهم حاجه في الام سي كيو هنا كاردياك ماسل has poor developed sarcoplasmic reticulum، مخزن الكاردياك ماسل ضعيف، sarcoplasmic reticulum ما بتخزنش كالسيوم زي السكيليتال ماسل، عشان كده الكاردياك ماسل تعتمد على دخول الكالسيوم اللي جاي من بره بالاكسترا سيلولار فلويد. وده الفرق المهم ما بين الكاردياك والسكيليتال ماسل، عشان كده الحته دي بتيجي ام اس كيو. وكمان سؤال نظري كل سنه، اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج اوف كاردياك ماسل تول ذا سيم از سكيليتال ماسل ويز وان امبورتنت ديفرنس. كاردياك ماسل ديبند اون اكسترا سيلولار كالسيوم اسمها تريجر او انديوزد كالسيوم which stimulate calcium release من sarcoplasmic reticulum. calcium induced calcium release اللي اختصارها في الكتاب CICR، دي على فكرة مهمة جدا. طبعا لو جه السؤال ده نظري مش هتقول زي السكيلتال ماسل وما تشرحش، هتقولها بنفس الترتيب. action potential opens النيرف، بتدخل كالسيوم، كالسيوم انفلوكس، والكالسيوم انفلوكس ده بيكسر استايل فيسكلز، خرج استايل كولين، يمسك استايل كولين في النيكوتينيك ريسبتورز في الموتور اند بليد، يعمل دي بولاريزيشن، بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال، ويتنقل بالساركولاما، يدخل التي توبيولز، تشرح الذهب ريسبتور، يعني كله هيتشرح عادي. بس الفرق اكسترا سيلولار كالسيوم من الساركولاما هيدخل من خلال ال تايب كالسيوم اكشنز. اهم حاجه بتميز الريلاكسيشن اوف ذا كاردياك ماسل غير الكالسيوم ابتيك زي السكيلتال ماسل صوديوم كالسيوم اكسشينجر، هنقولها بالتفاصيل مع نهايه البلاتو في فيديو الكاردياك فيما بعد. طيب لينس تنشن ريليشن شيب كتبت لك عليها ام سي كيو سنه طب سنه لا دكتوره فاتن تجيبها، بتقول لك لما الدايستوليك فوليوم يزيد ايه اللي يحصل؟ تدي لك اربع اختيارات. كلمه دايستوليك فوليوم يزيد معناها ان اللينس اوف ذا كاردياك ماسل زاد، يبقى الفورس of contraction increase within limits. الجراديشن اوف كاردياك ماسل كونتراكشن، عشان الكاردياك ماسل تزود قوه الكونتراكشن تعتمد على حاجتين لينس وكالسيوم.
اوعى تقول موتور يونت، اوعى تقول سميشن، لان كل الكاردياك فايبرز في حاله كونتراكشن مع بعض. مفيش حاجه اسمها سام فايبرز كونتراكت وسام فايبرز ريلاكس. الغي الفكره دي من دماغك تماما. اهم حاجه تميز الكاردياك ماسل نو اكسجين ديت. الكارديو ماسل غنية جدا بالكالوريز. ده في رقم مذهل هنعرفه بعدين مع فيديو السيركيوليشن، ان في 3000 كابيلاري لكل مساحة صغيرة من الكارديو ماسل. مفيش حاجة اسمها اتداين باكسجين وارجع تاني اعوض. كده خلصنا الكارديو ماسل مبدئيا، ولسه قلنا الاكشن بوتنشال هيتقال في فيديو السيلياس. سموث ماسل عملته فيه ورقتين، والورقه دي هنعمل زوم عليها تجميعيه في النهايه. السموث ماسل النقطه الاولى هتكلم على ستراكشر وعلى تايبس واكتيفيتي. الحاجات المهمه هتتحط في خط. سؤال السموث ماسل النظري هو الحته دي اللي هي الكاركترز اوف سموث ماسل كونتراكشن، بيجي كتير ولكن هنمشي بالترتيب. اول حاجه الاكتين في السموث ماسل ماسك في دنس بادز. مفيش حاجه اسمها زد لاين في سموث ماسل، لا في حاجه اسمها دنس بادز، دوائر واجسام صغيره. ايه الحاجات اللي مش موجوده في السموث ماسل؟ هنحط نو في دايره ونطلع منها كذا سهم ونعمل زوم عليها. نو ساركومير، نو سترايشنز، نو زد لاين قلناها، نو تروبومايسين، تروبونين، تي توبيولز. حتى انا جيت عملت تي كبيره عشان اقول لك هي ما عندهاش لا اس ولا تي، 2 اس لا سترايشنز ولا ساركونين ولا عندها 3 تي. مفيش تي توبيولز، مفيش تروبومايسين، مفيش تروبونين ولا زد لاين. فواحد يقول لي الله، طالما ما عندهاش ده كله ازاي هتقدر تعمل كونتراكشن؟ قبل ما اقول لك ازاي كتبت كلمه تحت هنعمل عليها زوم. بديل التروبونين هو كالموديولين. انا كمايسين ما عنديش تروبونين اصلا، عندي مفيش. انا ككالسيوم ما عنديش تروبونين، امال انت عندك البديل. يعني ايه؟ لو جينا بصينا هنا على اكسيتيشن كونتراكشن كابلنج هقوله وبعد كده ارجع اكمل عشان الناس تبقى مركزه ومربطه الموضوع. كالسيوم بايند تو كالموديولين. كالموديولين من اسمه موديوليت الكالسيوم، بيغير من وظيفه الكالسيوم. قال له بص مفيش تروبونين سي، انا دوري ان انا هنشر انزيم على المايوسين هيد. اسم الانزيم ده ايه؟ مايوسين لايت تشين كاينيز. فاكرين في اول فيديو في المايوسين قلت لكم ما يهمنيش الهيستولوجي بتاع المايوسين، ان في لايت وهيفي تشين، شغل البايوكيمستري. لكن هنا انا ركزت ليه؟ الانزيم ده اسمه فتحه انا كاينيز، يعني بنقل المحرك، بنقل ايه؟ بنقل الفوسفيت الى الهيد اوف مايوسين. هتقولي طب ما الهيد اوف مايوسين فيها اي دي بي. هقول لك اه، لما لقيناها فوسفيت بقت اي تي بي. المايوسين هيد بقى فيها انرجي، فيها طاقه عاليه. طب ولما بقت فيها طاقه الفوسفوريليت المايوسين هيد، ايه اللي يحصل؟ مايوسين تويست اراوند ذا اكتين. معنى الكلمه دي ايه؟ عشان طلبه كتيره مش فاهمه الحته دي. انا في السكيلتال ماسل كان عندي زد لاينز يمين وشمال، فكانوا بيقربوا من بعض، فكان الساركومير المسافه بين التو زد لاين بتقصر. في السموث ماسل انت هنا ما عندكش ساركومير، فيجي المايوسين يعمل ايه؟ يتلف
حوالين الاكتين زي بالظبط لما يجي النجار يدق المسمار في الخشب، في المسامير القراوز الصغيره كده، يفضل يدق يدق المسمار لغايه وانت قاعد جنبه مصطبه. المسمار راح فين؟ دخل جوه الخشب، بقى حاجه من ضمن تركيبته. عشان كده الكتاب قال كورك سكرو. كلمه كورك سكرو مسمار قراوز، يعني الميوسين قاعد يتلف 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 حوالين الاكتين لغايه ما في النهايه كانه تلاشى تماما. وفين الميوسين؟ ما اقدرش اميزه عن الاكتين. كورك سكرو دي قال عليها الضرب. يا جماعه الاساتذه عندنا اللي بتصلح الورق، وانا بصراحه واحد من ضمن الناس اللي بتصلح الورق ده، احنا ما بنقراش الكلام كله، دي يمكن مفاجاه للناس كلها. احنا بنبص على ترتيبه الكلام، بنكون معانا قلم احمر، بنركز على كلمات مؤثره. ده قال كالمودولين، ده قال اسم الانزيم، ده قال كورك سكرو. خمسه بخمسه ثواني ببقى عارف ايه النقط اللي انا هتك عليها، يعني دي اللي تهمني. في طالب يفضل يشرح ما يقولش كورك سكرو ينقص، لازم، لان كورك سكرو بتميز واحد شاطر عن واحد تاني. طيب نيجي بقى نقول وازاي الريلاكسيشن يحصل؟ عادي هتقولي كالسيوم بامب، اول ما تتزني قول بامب، رجع الكالسيوم تاني للساركوبلازميك ريتيكول. الحاجه بقى اللي عليها الدرجه ايه؟ مايوسين فوسفاتيز انزيم، واظن دي ماشيه مع المنطق من غير حفظ. المايوسين على الهيد بتاعه في اي دي بي، لو انا كسرت الفوسفاته اللي هو عايزها يعمل بيها اي تي بي، يبقى مفيش انرجي، يبقى مفيش كونتراكشن، يبقى بالعكس ريلاكسيشن. نرجع لكلامنا، تايبس اوف سموث ماسل، انا كتبت عليها ام سي كيو مهم جدا، جدول مقارنه بيجي كل سنه. الفرق بين سنجل يونت اند مالتي يونت اوف سموث ماسل، عشان ما تتوهش مني، سنجل هي اللي فيها البيس ميكر، في جزء من السموث ماسل في المعده بتبقى عامله كونتراكشن طول الوقت اللي هو التون، الجزء ده فيه بيس ميكر. تقول لي طب ودي تفرق معايا ايه في المقارنه؟ تفرق في الالكتريكال. فاكرين البيس ميكر بتاع الهارت اس اي نود؟ لما جينا رسمنا السلو ريسبونس بتاعه قلنا الريستنج ان ستيبل، ان هو مطلع كده كانه دي بولاريزيشن، وقلناها في فيديوهات سابقه. طيب ان ستيبل يتبع اول اور نان لو، سبونتينيوس تلقائي، طالما عندك بيس ميكر يبقى هتشتغل من نفسك. كونكتد باي جاب جنكشن، بتنقل الكهرباء بسرعه. دايما النقط دي ان ستيبل سبونتينيوس، في جاب جنكشنز دي تتبع السنجل، اعكس يبقى مالتي يونت. نصيحه، اوعى تقعد في البيت تذاكر معلومه سهله مده طويله، وخاصه جدول مقارنه، هتلاقي الكلام منطقيا ماشي بسرعه كبيره. طيب ده الكتريكال، نيجي للميكانيكال. طالما انا فيا بيس ميكر يبقى هنقبض بشكل ريزميك، يعني ايه ريزميك؟ كونتراكشن ريلاكسيشن في ايقاع معين، ريزميك برضه سبونتينيوس. تونيك اور فيزيك، دايما الطلبه تسال سؤال مهم قوي، ايه الفرق بين تونيك اند فيزيك كونتراكشن؟ كتبتها عندكم اهو. الفيزيك كونتراكشنز معناها كونتراكشن اند ريلاكسيشن، حاجه مرحليه، ينقبض ويرتخي، كونتراكت وريلاكس. كلمه تونيك معناها كونتراكت اول ذا تايم. خلي بالك اللي كونتراكت اول ذا تايم الوول، دايما الوول بتاع السفنكترز المحابس بين الستمك والديودينم كونتراكت اول ذا تايم، البلاد فيسلز اللي بتتحكم فيها السمباثيك كونتراكت اول ذا تايم. طب امال مين الفيزيك
الوول، جدار المعده مش لازم كونتراكت اول ذا تايم، جزء كبير منه كونتراكت اول ذا تايم وجزء ريلاكس تاني. طيب ده جدول المقارنه، وتحفظ المكان ان السنجل يونت في الفيسرا، مالتي يونت ايريس اند سيريري مصر. طيب الكتريك اند ميكانيكال اكتيفيتي، الالكتريك اكتيفيتي اوف سموث مصر جاست ريدنج، لان تفاصيلها مش على طلبه سنه تانية، تفاصيلها فقط على تانية وليس سنه اولى، يعني انا اسف هي على تانية بس، مكتوب في كتاب بلاتو سبايك سلو ويفز، هنتكلم السنه الجايه وهنقولها في فيديو خاص. اخر جزئيتين في السموث مصر، تتميز ايه الكاركترودوسال النظري؟ سلو كونتراكشن، سلو كروس بريدج سايكل، وده منطقي لان المعده بتعمل كونتراكت فتره طويله، عمليه الهضم بتتاخر من 6 ل 8 ساعات، عشان كده لازم يبقى سلو كونتراكشن، ولازم المايوسين اي تي بيز ما يشتغلش جامد، واهم حاجه ريزيست فاتيج. طب يعني ايه لاتش بريدج؟ طلبه كتير بتسال في دي. المايوسين ماسك في الاكتين لفتره طويله، كونتراكت لمده طويله. على فكره الاي تي بي اللي في السموث ماسل قليل وقليل جدا، مايتوكوندريا في السموث ماسل مش كتيره، وبالتالي المايوسين عارف كده، لو انفصل عن الاكتين زي السكيلتال ماسل عايز يمسك في اي تي بي جديد. طب نجيب منين؟ طب يعني ايه لاتش بريدج؟ كلمة تلباس. يعني ايه تلباس؟ عارف زي ما واحد يقول لك ما تلبست ليه على موقفك؟ سبت ومش عايز تتغير. هو المايوسين كده، سبت على كلام اتاتش تو اكتين وتويست اراوند كانه كورك سكرو. طب يعني ايه بلاستيسيتي؟ المعدة تلبستي اللي قصدي عليها ان الاستمك فيها مرونة، كل ما تدمني بالاكل تقدر تزود اللانس يحصلها ديستنشن ويزود انكريز انتنشن. يعني قانون ستارلينج لو ما ينفعش اقوله على السموث مصر، لان هو ستارلينج بيقول كل ما اللانس يزيد كل ما الفورس اوف كونتراكشن تزيد ويزن لينس. احنا ايوه طبقناه على السكيلتون، وايوه قلناه على الكاردياك مصر، بس خلي بالك كانوا زمان بيعتبروا الكاردياك جزء من السموث ماسل. طيب النقطة الخامسة اللي لازم تقولها في الكاركترز اوف سموث ماسل هي الكنترول. النقطة دي دكتور فادن بتجيبها منفصلة كام سي كيو، تقول لك سموث ماسل كونتراكشن انكريزز باي وان اوف ذا فولوينج. لازم تكون عارف ايه اللي يزود الكونتراكشن وايه اللي يقلله. كونتراكشن بيزيد بارا سيمباثيك، عارفينها اسيتايل كولين هو الكيميكال ترانسميتر في بارا سيمباثيك. استروجين وده مهم جدا هتعرفوه في سنه ثانيه في الريبرودكشن، الاستروجين هو اللي لازم يبقى موجود اثناء فكره الليبر او الولاده، مهم جدا. ربنا عظيم جدا، زي ما بيساعد على انقباض الرحم اثناء الولاده بيمنع الكونتراكشن ده اثناء الحمل، بيحافظ عليه بروجستيرو. فدايما دكتوره فاتن تركز على الحته دي، البروجستيرو يعمل ايه في الكونتراكشن وفي السموث ماسل؟ يقلله لانه بيحافظ على الحمل. الكونتراكشن بيزيد بالهايبر كاليميا، وقلناها في فيديو النيرف ده اللي بيزود اكسايتابيلتي. فاكرين قلنا هايبر كاليميا وهايبو كالسيميا وشرحناها. اما النهارده في السموث ماسل الهايبر كالسيميا يعمل العكس، وده شيء منطقي. وجود الكالسيوم اكسترا سيلولار فلويد بيقفل الاوتر جيت اوف صوديوم تشانلز. طيب لو الكالسيوم موجود بشكل مكثف هيقفل الاوتر جيت اكتر واكتر، فيقلل الاكسايتابيلتي. نيجي للجزء الاخير
ودي صفحه عملتها للتجميع. سموث ماسل لما جيت فكرت فيها لقيتها فيها 10 كلمات بحرف الاس، فكبرت لكم الاس عشان افكرها. سموث ماسل، سمول سايز دي اول اس، ما فيهاش سترايشنز دي الثانيه، ما فيهاش ساركومير رابع اس. السنجل يونت فيها عندها جاب جنكشن. خامس اس بور ديفلوبد ساركوبلازميك ريتيكولوم. سادس اس سورس اوف كالسيوم هو الاكسترا سيلولر فلويد، فاكرين تريجر كالسيوم. سابع اس السنسور اوف كالسيوم كالمودولين هو اللي بيغير من وظيفه الكالسيوم واكتيفيت مايوسين لايت شين كاينيز. تامن اس سلو كونتراكشن لان هو في اي تي بي قليل وبيشتغل فتره طويله كونتراكتنج ولاتش بريتش، هما المايوسين التربس على كده تويست اراوند اكتين وخلاص. تاسع اس الاكشن بوتنشال بتاع السموث ماسل سبايك بوتنشال شبه الشوكه. عاشر اس الاكشن بوتنشال بياخد اوضاع مختلفه سلو ويفز. يعني سلو ويفز؟ يعني الكهرباء اللي في الاستمك ما بتوصلش لفاير ليفل على طول، ما بيحصلش كونتراكشن على طول الا بوجود نيرفس زي الباراسمباثيك او هرمونال او وجود اكل. الحاجات دي هنعرفها في الجي اي تي في سنه ثانيه. ولو تلاحظوا العشر جمل بحرف الاس انا مجمعهم من كل حته في السموث ماسل. جدول المقارنه الاخير بين الكارديو والسكيلتا والسموث ماسل بقى سهل قوي